الفيفا النهارده اعلن خبر سار لجمهور النادي الاهلي. ايه هو؟ يعلن رسميا مشاركه النادي الاهلي في كاس العالم للانديه 2025. يا له من خبر سعيد وخبر سار هنتكلم عنه بعد شويه. ترند كاس العالم. كاس العالم الفيفا لما اعلنت النهارده عن تغيير نظام كاس العالم اللي جاي، وكاس العالم القادم ستقام في المملكه العربيه السعوديه في ديسمبر القادم. فالفيفا قالت لك انه بالمناسبه انه الاهلي بطل افريقيا 2021 سيشارك، ريال مدريد بطل اوروبا 22 سيشارك، تشيلسي بطل اوروبا 21 سيشارك، الهلال السعودي بطل اسيا 21 سيشارك، الوداد المغربي بطل افريقيا 22 سيشارك. خلي بالك عداله السماء، انت هنا تتحدث عداله السماء تاتي للنادي الاهلي في هذا التوقيت اللي كان الاهلي مش هيشارك والاهلي مش موجود وخلاص مش هيلعب في كاس العالم. جت عداله السماء، الاهلي يشارك في كاس العالم 2025 كممثل لافريقيا. مبروك لجمهور النادي الاهلي، مبروك للاهلي، مبروك لكل محبي النادي الاهلي.